أنا اسمي صابر عبد الله الجندي أبو سمير، والعمر فوق 70. أنا من سكان القدس. أنا اللي بخدم في جمعية المكفوفين أكثر من 50 سنة. جمعية المكفوفين العربية تأسست عام 1932، أسسوها عدد من المكفوفين من أجل رفع مستوى المكفوفين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. دعم الجمعية من المواطنين والشركات وبعض الدعم بيجي من السلطة الوطنية. كنت أخذ راتب من الجمعية، لكن هلأ كأمين سر للجمعية تطوعا. هذا المكان هون للعمل، وصناعة المكفوفين إنتاجهم بواسطة سيارة المكفوفين، السيارة تبعت الجمعية، منسوق الإنتاج تبع المكفوفين. في حوالي 125 عضو بيستفيدوا من الجمعية، منهم من يعمل في الجمعية ومنهم من يعمل في بيوتهم، والجمعية بتسوق لهم بضاعتهم. بنبيعها في البلاد، في رام الله والخليل، نابلس، ريحة، في المنطقة في الضفة. يعني هذه الجمعية انبثقت عنها مدرسة للمكفوفين اللي هي المدرسة العلائية للمكفوفين، وافتتحت المشغل اللي بيشتغلوا فيه المكفوفين من أجل أن يعيشوا حياة كريمة. أنا اسمي فؤاد سعدات من كفر عكب، من عائلة أبو شريف. لما فكت البصر كان عمري 2 سنين، حاب من هوية الضفة. كل يوم بمرك على المعبر، كل يوم في كانت ساعة أو ساعتين بتأخذ معي. يا بشغل هون في الجمعية، مكانس شوارع، مكانس مكانس فراشي مخلوط، فراشي غطا، بلاط. هذا بنشتغل كل أجناع الخشب بشتغل. المركز هذا أهم إشي إلي، مهم إلي. بشتغل، وبعدين في نفس الوقت لما بشتغل لما فيش شغل بيجي بقضي الوقت، بضيع الوقت، بشعرش بالزهق، بزهكش. لما مثل ما تقول بكيت قبل ما جيت هان، كنت أشعر إني يعني لا بعرف أروح ولا بعرف إيجي، وكنت أظل في البيت، وكنت ما أروحش ولا إيجي ولا أطلع ولا هان. شفت صعوبة أتضايق. اليوم من فضل الله يعني شايف حالي عادي زي العالم يعني.